المشكل الكبير اللي وقع انه من بعد فاش دخلنا للمقابله، مشينا بغينا ندخلوا المقابله، فالمضايقات كانت كثيره بزاف، واللي هو يعني ما خصوش يوقع هادشي هذا في الشامبيونز ليغ دافريك، خصوصا في دور النصف النهائي. يعني هذا ماتش كره القدم، كاين رابح، كاين خاسر، كاين تعادل، كاين يعني ماتش هذا ما خصوش يكون، خصوصا في 2020 وحنا باقيين كنعيشوا هاد سميتو. اذا خاص لاكاف فات تكتب بطاقه الحال، الناس ديال لاكاف جايو عينوا وصوروا جميع يعني الاصابات اللي كاينين عند الناس اللي مصابين، وعينوا داروا الرابور ديالهم. وطبعا الحال فريق الرجاء البيضاوي خصو حتى هو يدير الشكايه ديالو ويقدمها لاكاف.